Raïs Macron. Il s'est également entretenu avec le président tunisien, M. Kais Saïd, dont le pays siège actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République, Macron, a dénoncé une nouvelle fois et avec la plus grande fermeté les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes contre Israël et sa population. يعني اليوم في تصريح وفي بيان الإليزيه يعتبر انه حماس هي منظمه ارهابيه وهي من يعني قامت بالاعتداء على الكيان الصهيوني ويحملها المسؤوليه ويستنكر بشده هذه الاعمال. هذا اكيد البيان الصدر بعد لقاء ماكرون بالرئيس قيس سعيد مع عدد من القادة الأفارقة. حبيب عجيلة، هل الرئاسة مطالبة بتوضيح ما حصل وما جرى وما الذي دار بين الرئيس قيس سعيد والرئيس ماكرون؟ هل قد يفهم ربما لدى بعض الأوساط أنه هذا فعلا ما تم تداوله ومناقشته بين الرجلين، أنه الرئاسة في حل ربما من هذه التوضيحات؟ هو هذا بلاغ رئاسي، يعني كما تقول انت بلاغ على صفحة الرئاسة، ليس خطابا لماكرون وإنما هو بلاغ، والبلاغ بطبيعة الحال يختار صاحبه أن يعبر على موقف رئيسه إذا كان يحب يعبر على موقف الرئيس متاعه مما دار في هذا اللقاء. واضح أن فرنسا الماكرونية واضح موقفها، تعتبر المقاومة إرهاب وتعتبر الكيان الصهيوني دولة تدافع على معناها أمنها، وواضح الانحياز اللي بالحقيقة معناها يضع وصمة عار على جبين فرنسا التنوير، فرنسا اللي المفروض هي فرنسا الانتصار للثورة الفرنسية وقيامها وحقوق الإنسان إلى آخره. ماكرون عبر بشكل فاضح ولا لبس عليه أنه مصطف إلى جانب الكيان الصهيوني، والبلاغ يقول أنه بعد لقاءات برؤساء ذكرهم على ما يبدو في البيان اللي هو الرئيس المصري والملك الأردني والرئيس قيس سعيد. شنو يصير عادة طنك؟ هو الصفحة متاعك أنت، جماعة الاتصال السياسي متاعك، معناها مجموعة مصالح الإعلام متاعك، تحدثت أو أصدرت بلاغا حول هذا اللقاء بالمضامين. بروتوكوليا هي أجازت لك أنه في بلاغك الإعلامي أنت أيضا كرئيس وإلا كملك أردني وإلا كملك مصر ولا كرئيس هو لحد الآن رئيس وإن كان يتصرف بتصرفات ملك، أما إذا اعتبرت أنت أنه البلاغ الرئاسي هذاك لم يحط بكل جوانب اللقاء، لأنه في اللقاء هذا شنو؟ في اللقاء هذا ثم موقف ماكرون، وأنا متأكد أن رئيس الجمهورية، خطر أنا عندي ثقة في رئيس جمهوريتي زادة، أنا متأكد أن رئيس الجمهورية جادله وناقشه وعبر في المقابل على وجهة النظر التونسية المنحازة إلى المقاومة. كي نمشي للبلاغ متاع رئاسة جمهوريتي أنا، الجمهورية التونسية متاعي، ونقرأ البلاغ الرئاسي، بلاغ لجنة الإعلام ولا شو اسمها مصلحة الإعلام، مصالح الإعلام والاتصال، ماذا أجد؟ أجد بيانا خشبيا بلا معنى. وتداول الرئيسان لا يا حبيبي، ما دام هو أصدر في بلاغه الإعلامي مضمونا، أنا أقول أكد رئيس الجمهورية للسيد الرئيس الفرنسي أن تونس ستظل منحازة إلى كذا، وأن المقاومة من حقها، وأن وأن وأن، يعني فتح لي الباب بأن أعبر عن الموقف المقابل. فأنا نعبر اللي صار، أنا ما يقلقنيش أنه رئيس الجمهورية يحكي مع رئيس فرنسي والرئيس الفرنسي هذا كموقفه، أوكي مش شنو نعملوا له احنا موقف سياسي بالنهاية، هذا موقفه إي. وأنا إيش قلت له؟ أنا إيش قلت له لازم نقوله تو، ما دام هو قال إيش قال لنا حتى بشكل بعد في باجيلة؟ طبعا، مش يلزم يتعمل اصلا، يلزم يتعمل، مش نوضح نقول لا مش طالبين من رئيس الجمهوريه يخرج يقول اسمع راهو ماكرون قال هكا وانا قلت له بيك وعليك لا لا لا، البلاغ متاعي انا التقى اليوم رئيس الجمهوريه مع ماكرون واكد له كذا واكد له كذا واكد له. انا مشيت بعد ما قريت البيان الرئاسي الفرنسي اللي هو اصدر البارح، انا مشيت للصفحه متاع رئاسه جمهوريتنا باش نشوف البلاغ المقابل، وكنت أنتظر أن في هذا البلاغ المقابل أجد موقف رئيس الجمهورية. شوف صفحة رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقضايا داخلية ألم تكن
تبين وتؤكد وتفصل في موقف رئيس الجمهورية ماذا قال لضيوفه، وأصلا ما تقولش اش قالوا الضيوف اش قالوا له باش جاوبوه. يا سيدي اقعدوا في المستوى هذاك وقولوا لنا اش قال رئيس الجمهورية لماكرون. مادام ما قلتوش يعني هذا موقف سياسي. شنو معناه موقف سياسي؟ مش مساندين انتم ماكرون، لكن ومش معناها رئيس محرجين، محرجين اللي هو ما في حتى حرج. ماكرون مش يهز تليفون يقول له شبيك يا سي قيس، معناها صفحتك قالت اش قلت لي انت؟ اي ما كنت زاد خرجت وقلت اش قلت. فانا اعتبر ان الامر يتعلق بنوع من انواع اما خلينا نقول غباء سياسي. مش فاهمين هم يحسبوا رواحهم في في في, في قصر قرطاج البلاغات نتاعهم هيك يحسبوها بلاغات صحفيه. يا ودي ماكش صحافي انت، غادي انت راك ماكش صحافي، مواقف سياسيه سيادية. انت ناطق باسم رئاسه الجمهوريه، يعني تتكلم في بلاغك عن مضامين. واضح. منى غيازه، اليوم هل هو غياب او نقص في النضج السياسي للمكلفين بالاتصال والاعلام في رئاسه الجمهوريه، ام انه اليوم ربما السياق لا يسمح ولا يعني يجيز هذه المناكفه الضمنيه؟ يعني ما قاله ماكرون قال الرئيس قيس سعيد مقابله او ضده في علاقه بموقف تونس من القضيه الفلسطينيه. وفي الحقيقه انا ما نعتبرش اللي هي مناكفات كما قال حبيب، انا نشاطروا في ذلك. الإليزي راهو يهبط موقف الرئيس الفرنسي من محادثات صارت داخل القصر مع الرئيس الفرنسي، والإليزي ما يهمه في الأمر ما هوش تبيين ما قاله الرئيس التونسي ولا الرئيس المصري ولا الملك الأردني، ما هيش داخلة في اهتمام بيان الإليزي. يكفي اللي هو قال أنه صارت محادثات، وقال وعطاه شكونهم الرؤساء اللي صارت معهم المحادثات. البيان الرئاسي شنو هو الهدف منه؟ الهدف من بيان رئاسي هو تحديد موقف دولة من قضية ما. اليوم نحكيه على القضية الفلسطينية مقابل اللي شفناه المعاناة الأخيرة اللي شفناها أمام كيان صهيوني محتل. البيان الفرنسي كي خرج الكلام يقول لي مثلا احنا نمدوا بالهجمات الإرهابية، ويظهر المقاومة على أنها هجمات إرهابية ويهدد ويصعد، وثم وقت اللي يحكي على الفلسطينيين يقول والله سيفري احنا راهو نأسف للخسائر متاعهم. هذايا البيان اللي خرجوا لليزي، بيان مضاد تماما للدبلوماسيه التونسيه وللموقف التونسي، ما نشتركوش معاه في حتى شيء، ما عنده حتى شيء يشبه لنا البيان هذايا ولا يشبه للموقف نتاع الرئيس التونسي كما شفناه وكما فهمناه. مثلا ريت شويه من الحوار اللي عامله رئيس الجمهوريه يبدو لي مختلف تماما، معناها هذا بخلاف الموقف نتاعو اللي قبل الانتخابات وجددناه بعد الانتخابات، وشفنا في نطاق هذاك التصاور وكذا البيس اللي لابسه رئيس الجمهوريه واحنا ماشيين. لكن تو حشتنا ببيان مقابل لهذا البيان، مش ما احناش مش ندخلوا في مكانفات، ما احناش مش نقولوا راهو الاليزي تكذب ولا الاليزي شوهت، لا، هذاك هو وظيفه البيان الرئاسي اللي انا نعطي موقف الرئاسه، نعطي موقف الدوله. على كل حال موقف الرئيس قيس، موقف البيان ما نقولش موقف الرئيس خاطر انا نعرف ماهوش موقف الرئيس، موقف البيان بتاع الرئاسه التونسيه شبهته شويه، دخلت شفت الاردن ودخلت شفت مصر احمد، ما بعدناش ما احناش بعاد برشا. واللي اكثر من هذا انا تفرجت اون ديريكت على الحوار اللي صار ما بين الرئيس ماكرون ورئيس السيسي مثلا، والله فوجئت معناها وكانه ما تحسش اللي فما توازن في ابداء الراي. انت عندك رايك نحترمه، انا جاي نقنعك بالراي الاخر، تحب تقتنع تحب لا، ما ريتش هذا. واللي زاد حقيقه انا معناها فاجئني انه مثلا الرئيس المصري يحكي على اعاده اعمار، واللي مصر مش تعطي فلوس وإعادة إعمار، شنو إعادة إعمار؟ شكون قال لك يجي عمل لي إعادة إعمار؟ نحشي بموقف اليوم. تو نحكيو من بعد على إعادة إعمار. حسيت شوية تمييع. لكن مخرطة تونس في هذا الجهد منى غيازة، تونس مخرطة في يعني مد المساعدات للفلسطينيين بالتنسيق مع الدولة المصرية. إيه أنا ما عندي حتى مشكل، أما أنا ما تعني لي حتى شيء مساعداتك كي ما نلقاش تسجيل موقف. مش معناها المساعدات ما نبعثوهاش، المسألة المبدئية يعني صحيح، يلزمك تسجيل الموقف أولا، بعد تو نحكيو مع بعضنا. وإعادة الإعمار تحكي معاه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لويه إعادة الإعمار تحكي معاه مع الفلسطينيين، راك تحكي معاه مع الدول اللي هي مساندة أو على الأقل يا سيدي مش لازم مساندة، متعاطفة مع ما يحدث اليوم
مع الفلسطينيين. نحكي معه هنا مش نقنع ماكرون ولا مش نقوله تعرف معناه نحكي على إعادة أعمارة معناه سكرت الموضوع طو ونحكي على غدوة. إحنا مازلنا في اليوم مازال فما صواريخ مازال فما قتلة مازال فما شهداء مازال فما تهجير مازال فما هدمان بيوت مازال فما معناها ممارسات إرهابية وعنصرية من كيان محتل. أنا قدام دولة منحب نحافظ على علاقتي معها ومن مصلحتي نحافظ على علاقتي معها. إذا مانيش باش ندخل معاك في مناكفات مانيش باش نقول ماكرون ودولة الفرنسية قالتك مش هذا المطلوب منه. احنا نرى مصلحة تونس في الموقف لكن المطلوب مني وقت اللي نخرج بيان أن أوضح موقف الرئاسة. صحيح ماكرون هذاك شنو خرج أما راني أنا وش قلت أنا ثبت وقلت ودافعت وقلت لي هي مقاومه ما هيش ارهاب وحكيت على فرنسا لا ديكلاراسيون دي دووا دو لوم وحكيت على ما حدث في فرنسا وحكيت على الصراعات وحكيت على فلسفه التنوير وحقوق الانسان وما الى ذلك وحكيت على الانسانيه. رئيس قيس سعيد من قبل ما يمشي يحكي لنا على حق انساني هذا هو اللي حش بيه في البيان. يا خويا انا التونسيه نعرف موقف رئيس قيس سعيد خويا انا ساكنه في الموزمبيق نحب نحل صفحه الرئاسه باش نعرف شنو هو موقف الدوله التونسيه باش تفسر منى ملا غياب هذا النقاط خاطر انا ما نحبش نقول ما يحبوش يعبروا مثلا استراتيجية. لا ما يحبوش يعبروا فما حرج لا اي خلينا نجاوبوا انا ما نحبش نقول ما يحبوش يعبروا على موقفه انا ما نقتنعش بنظريه ولا الرئيس قلم لا استراتيجيه ولا ضعف الخطاب لانه احنا رينا بيانات اللي مكتوب درس في الاتصال واللي مكتوب بكذا والله بالحق ولا اسكو هو مساله اتصاليه ام سياسيه ام سياسيه انا يا اخويا ما تقنعنيش اتصاليه ما تقنعنيش معناها الرئيس قال لنا مسيب علينا ما تقولوش قتلوا ما نعرفش ولو انه هو هذا علاش حبيب زاد حتى الاجابه الثانيه ساعات تقلق شويه علاش تصور اللي صارت على البينز في الكسوة قبل ما يطلع يعني غير منسجمة مع المواقف السابقة معناها معناها داخلين تحدي داخلين بالتحدي مش حتى ما قنعناش ما يسالش راهو احنا فاهمين انه رئيس جمهورية الدبلوماسية صحيح ساعات نحبوا فيها نتائج اما ساعات في قضايا عالمية كبرى كما هذه النتيجة تكون بتسجيل الموقف ربما هي ما هي مدرسة تونسية منال معروفة بنعومتها نعومة الدبلوماسية التونسية يعني ما تاخوش مواقف حادة مواقف لا مش حادة يا احمد وين الحدة انه رئيس جمهورية يقول وعبر رئيس الجمهورية التونسية على مساندة تونس للفلسطينيين وللحقهم ومقاومتهم وفي أنهم يدافعوا شو وأنا متأكد يا سيدي سأحسن النية برئيس الجمهورية أنا متأكد أنه رئيس الجمهورية قال له ذلك ومتأكد أنه الملك عبد الله قال هيك شنو ومتأكد أنه الرئيس المصري قال تعرف هذا موقفهم خاصة الرئيس التونسي معناه عبر عليه وبعد كخرج بعد في الحوار اللي عمله معناه عبر بسكات اللي يتعبر على موقف الخارجية الفرنسية معناها بطريقة معناها واضحة انا يا خويا ماذا بيا نراها في صفحة رئاسة الجمهورية التونسية بحث العلم هكا نتاع تونس وهكا تصويرة الرئيس من للتاريخ على الأقل وتقعد تسجيل موقف واضح سي عبد الكريم كشفت المسألة هذه انا رجعت للثورة الفرنسية 1789 كان أحد المثقفين ما استحضرش اسمه توا بالتحديد يوم 14 جويلية يوم سقوط حسن الفاسدي قام خطيبا في المتظاهرين وقال مقولة قعدت مشهورة جدا اش قال نحن هنا بإرادة الشعب ولن نخرج إلا على أسنة الرماح ويومها سقط الفاسدي مدخل هذايا نعتبره رد على ما قاله ماكرون الشعب الفلسطيني نعم على أسنة الرماح ولن يخرج من أرضه لأنه هكا حق المشروع. بالنسبة لماكرون بالنسبة للرئيس الفرنسي يحب يقول كموقفه وما يدهشنيش نعرفوا المواقف الغربية بشكل عام ونعرف موقف فرنسا. آتي الآن إلى الموقف التونسي. لكن مش محسوب على اليمين ماكرون معناتها في سياسته على الشعب الشعبوي ولكن تشوف مواقفه زاد من الإسلام ولا من المسلمين ولا ما يبعدش ياسر على الموقف من القضية الفلسطينية التصريحات عجيبة ساعات يعملها ماكرون لا ما يبعدش على ترامب
معناها تقريبا نفس الموجه راهو على كل حال معناها تطابقت مواقفه مع ترامب في 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 في, في المنطقه وفي الموقف معناها من اراده الشعوب وفي الموقف من التطبيع وفي الموقف من الكيان الصهيوني. سامحني زهاب الكريم خلاص ناتي الان الى موقف الرئيس التونسي او الى الدبلوماسيه التونسيه اللي لحد الان اظهرت ضعف كبير في التعامل مع مجموعه من الاحداث. ضعف اتصالي. انا بالنسبه لي انا منطقي جدا انه رئيس يعبر على موقفه بنفس الشراسه اللي عبر عليها ماكرون. وين المشكله؟ يا اخي باش يحاصروه غاديك وما يخلوش يرجع لتونس. انت عندك موقفك كرئيس فرنسي يتمثل اتجاه معين، انا عندي موقفي خاصه مواقفه معروفه تجاه القضيه الفلسطينيه منذ الحمله الانتخابيه نتاعو، موقفه شرس. اين شراستك يا سيده الرئيس؟ لماذا لم تظهر للعلن لحد الان؟ واضح وانت حكيت على شراسه موقف الرئيس من القضيه الفلسطينيه ومن الحق للفلسطيني، وعلى راسها اكيد مساله التطبيع اليوم.